كون كانوا الاباء والامهات كقراو. السلام عليكم. عفاكم شي شويه السكات لحقاش انا الاستاذ ديالكم ودخلت خاصكم تحترموني. راه كنبقى غير الدراري الصغار وما كيديروش ليا هاد الحاله. راه حسن ليا ما نقري الشياب والشرفات. الشرفه هي امك، اجمع فمك ما تقول لي الشرفه انا. صافي الحاجه صافي، ها جلسي حنا عاد قلنا بسم الله، مالك مزوبه ومعصبه غير بوحدك؟ حنا ها كنضحكوا، ما تقولش لي الشرفه انا. حتى انا كنت صغيره وكنت زوينه وعيني صغار وكشعري زعر، كانوا عيطوا عليا الشهبه. صافي خالتي الشهبه غير سمحي لي. يلا عافاك تقدري تجلسي. الله يرضي عليكم شي شويه ديال السكات. يلا كل واحد يجبد الادوات ديالو ويجلس بوحدو، وما نبغيش الماكله وسط القسم. اعيد، الماكله وسط القسم راه ممنوعه. استاذ استاذ الحاج احمد جاب الدلاحه وحطها فوق الطابله. ولا الحاج حيد ديك الدلاحه من فوق الطابله. ياك شحال مره كنقول لك ما تبقاش تجيب معاك الدلاح وسط القسم. راه حنا كنجيو نقراو ماشي كنجيو باش ناكلو. شنو صحاب راسك في السوق؟ حيد ديك الدلاحه من تما. وصافي انا حيدتها استاذ. هاتي نبغي مره نلقى شي حويجه تنجيب معايا الدلاح. هاي عن شدك تي في الدار غنصلح امك على بلاتي والله حتى نطلقك. هاي ها والله الا بقات فيك هاي هنا. ويلي على راجل غادي تطلقني على حقاش شكمت بك عند الاستاذ. انا بغيت لك على مصلحتك، بغيتك عاد تقرا باش ما يبقاوش يقولوا لك كسول. بقاو يقولوا لي راجلك كسول. اييه ما تهضريش عليا، مصلحتي وانا عارفها، ولكن على بلاتي هاي عطسوني الساعه وغنخوشو وغنتفاهم معاك. والله الا بقات فيك ناري كحلتها. سعديه هاي ملي نخرجوا من القسم دوزو عندنا انت وراجلك للدار، راه معوضين الغدا. لا لا اجيو باش تفكونا انا وياها، غادي يشدني غادي يصلخني. صافي يلا تنخرجوا. والله يهديكم شي شويه السكات، احنا داخل القسم تات مشيو للدار وحلوا دوك المشاكل بيناتكم. يلا غادي نبداو الحصه. اللي سمع سميتو يقول حاضر. الحاج الجلالي حاضر سيدي. صافي مزيان الحاج، انت كاين؟ الله يوفقنا ولدي في الصواب ويجيبنا في الخير. يا بسم الله كانوا كيقولوا لنا زمان قال لك اللي ما كان. صافي الحاج صافي الحاج الله يهديك، لا بقيتي كتعاود لينا الحصه غادي تسالي وانت باقي كتعاود. المهم الحاج الكبير يكبر لك راسك ولدي. ها هو حاضر، الله يديك فنجة ويجيبك فنجة. صافي اجلس جلس في بلاصتك الحاج، هذه دعوه ما لقيتيش دعي تكبر لي راسي. المهم الحاجه عائشه. ها انا وليدي الحاجه تشنيا هاد هانا. يا ويلي وشنو بغيتيني نقول؟ قولي حاضر في حال الزملاء ديالك ماشي هانا. شنو صحاب راسك في الحمام؟ ايها ولدي دابا فهمتك، قول لي بغيتي نقولها لك باللغه العربيه الفحصه. ايه قوليها نسمع الحاجه. واخا وليدي هاناتون. صافي غير سكتي حسن. اجي قول لي بعدا وليدي، ما عندكمش هنا شي بوطه صغيره؟ لحقاش جبت معايا اتاي وجبت معايا شي مسمنات وجبت معايا الزبده. هي الزبده دابت لي هنا في التلاوه ديالي. المهم تناخذوا الزبده اخرى. ها هو اتاي. المهم وليدي ها الصينيه ونوجدوا دابا اتاي ونديروه بالنعناع ونجلسوا ديك الساعه وليدي. الحاج يهديك الله جمعي ديك الصينيه من فوق الطابله تمشي للدار وعمري لك ديك الساعه اتاي. حنا جايين نقراو ماشي جايين باش نقصاو. نعم اش قلتي؟ راه ما سمعتكش يا ولدي غوت. بغيتي تتغدى؟ جبت معايا الكوكوط. هاهي جبت معايا الكوكوط فيها مدهوسه وفيها شويه القديد ديال العام اللي فات وفيها شويه الحلبه. والمهم راه جات واعره باقا سخونه. بغيتي يا وليدي نحطوها دابا؟ نحطوها هاهي هنا. استاذ واستاذ مالك يا خالتي فاطمه؟ ياك لاباس عاوتاني غادي تقول لي الغدا غادي تحرق غنمشي نطفي عليه ونجي. لا استاذ الغدا طفيت عليه قبيله. بغيت غنقول لك استاذ عرفتي فتيحه كتعايرني باللغه العربيه، قالت لي وجهك كيما قلاماتون. صافي انا غادي نهضر معاها. علاش قلتي لي انت وجهك كيما قلاماتون؟ وهي استاذ اللي قالت لي وجهك حماراتون. وعلاش انت قلتي لها وجهك حماراتون؟ وهي استاذ اللي جبداتني الاولى قالت لي وجهك طابلاتون. صافي صافي اسكتوا اسكتوا، تعديتوا على اللغه العربيه. وجكي صندالاتون. اصافي خالتي فتيحه دوينه نعل الشيطان. مهم نكملوا هادشي اللي هنا. الحاج المعطي حاضر الشيف. غير هو ما تقول ليش الحاج، الله يرضي على ولدي انا باقي صغير. صافي يا عمي نقول لك الشاب المعطي. قول لي بعدا عمي انت شحال في عمرك؟ لا كان عقلي ينفعني ولدي في 96 عفاش دخلت فرنسا المغرب شي الحمار ديال الحاج عقه، وانا وياه قد كبرنا انا وياه في دقه واحده. انا كرينو. تبارك الله تبارك الله.
صافي السي المعطي خلينا نكملوا هادشي اللي هنا. خليني هنكمل لك. انت مع دخلت فرنسا وتيبان لك العدو هو تما جاي هو بعيد كلشي كيبان لك رجع الله. هو انا نحكي على سلاحي. ها هو سلاح الزيت المكحلة هوك. انا بلاتي جبد على المكحلة وهو بيه معاها الزيت المكحلة. لا الحاج المعطي ماشي المكحلة هكا البارود.